القادري عبد المجيد فنان سينمائي ورئيس جمعية الأزهار لا للقرقوبي لا للمخدرات عمالة عين سبع الحي المحمدي الدار البيضاء. قادري عبد المجيد مع كامل احتراماتي يعني الولادة ديالي كانت في عين سبع طبيعة الحال مدينة الدار البيضاء، والأصل ديالي يعني وجدي الأصل من الأب والأم ديالي، ويعني الحمد لله كبرنا في هذا الحي ديال عين السبع وترعرعنا ونشئنا ومع الوليدات، وكانت واحد الفترة زمنية رائعة جدا، مرت السنين والسنوات وكان واحد رفيق العمر اللي ضاع منا للأسف وللحسرة اللي هو الأستاذ الفاضل الأستاذ الرائع الراقي يعني في أخلاقه وفي تربيته، وكان ابن الجيران اللي هو التحفي عبد الصمد رحمة الله عليه. التحفي عبد الصمد اللي طبيعة الحال كان العمود الفقري ديال الجمعية، وجات واحد السنة من السنوات اللي هي سنة 2000 وكنا باركين في واحد المقهى مجموعين هكا احنا ولا الإخوان ديال الضل الواريف، جمعية الضل الواريف مشكورين كنشكرهم هذا المنبر، يعني باركين في واحد المقهى ما بينا ما علينا في الحي في درب السلطان، كيمر واحد الشاب من الشباب بواحد السرعة خطيرة ورا داير جريمة قتل وهذا، فسولنا وكذا إلى آخره، قال لك أودي هذا راه كان كيتناول القرقوبي يعني ودار شي جريمة كذا كذا كذا. قلنا ديك اللحظة قلنا لماذا ما نديروش يعني جمعية ونحاربوا بها هاد الداء هاد السم القاتل. مشات المسيرة في هاد الإطار ديال التحسيس والتوعية والتوجيه والإرشاد داخل المؤسسات التعليمية والسجون المركزية ودور الشباب والشارع العام، يعني سنوات تبارك الله سنين عديدة وحنا كنشتغلوا في هذا الإطار، وفعلا يسر الله في سنة 2000 تكريات الجمعية الحمد لله وداروا مجموعة ديال الأنشطة، وعلى رأسها كنا نجتهدوا في إطار ما يسمى بطفولة محرومة، ودار واحد المهرجان بعين سبع بطبيعة الحال سيدي محمد فضاء سيدي محمد، ودارت ديك لاكسيون بحضور مجموعة من الفنانين سينمائيين وأساتذة والناس اللي كيلعبوا هاد الشي ديال الكلون، ويسر فيها الله تعالى. ومن بعد عاد فاش وقعت ديك لاكسيون وتكريت هاد المسألة هادي ديال قافلة لا للقرقوبي لا للمخدرات اللي بطبيعة الحال فيها ثلاثة الجمعيات، جمعية الأزهار لا للقرقوبي الاجتماعية والثقافية عين السبع، جمعية الضل الوارف الحي المحمدي، ثم جمعية ساعة الفرح الصخور السوداء. الحمد لله يعني الأمور مشات بخير وعلى خير، ومشات الأمور في هذا الباب هذا. ومن بعد سنة 2013 يسر لنا الله عز وجل فهاد المقر هذا ديال إكس بوليس اللي كيتواجد بطبيعة الحال حدا حديقة الحيوانات عين السبع، واللي كيتوافدوا علينا واحد المجموعة كبيرة جدا من أسر ضحايا الإدمان والمدمنين، وكيسر الله تعالى يعني الله تعالى كيجيب تيسير. والجميل في الأمر هو أن يعني البداية كانت مع الدكتورة نادية بوصفيحة الله يجزيها بخير طبيبة طب الإدمان اللي بطبيعة الحال دوزت معنا سنوات وبقى معنا الحمد لله. من بعد حضر معنا الدكتور ديدي الله يجزيه بخير تا هو طبيب طب الإدمان تخصص، واللي بطبيعة الحال هما اللي كيسهروا على هاد الدواء باش يعطيوه للوليدات. استفدت الجمعية الحمد لله من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار مشروع بروتوكول التكافل العلاجي لفائدة 200 مدمن، والحمد لله احنا ما كيناش غير 200 مدمن يعني ما يزيد على هذا العدد، لأن احنا ما مقتصرينش على عمالة عين سبع الحي المحمدي، وإنما الحمد لله كيجيونا من بقاع المدن المغربية بما فيها أكادير بما فيها مراكش بما فيها الجديدة مدينة الجديدة إلى آخره. هو بالنسبة للجمعية هاد الصطاف ديالنا داخل الجمعية كاينين ناس اللي سبحان الله العظيم في قلبهم الخير، ومين كيجيو هاد أسر ضحايا الإدمان والمدمنين كيلقاو ناس هنا داخل الجمعية اللي عندهم ديك الابتسامة العريضة وديك داك سعة الصدر، ويعني كاين محبة داخلية، لأن ليس بالسهل هكا كتكون عندك جمعية وداخل هذا المركز التنمية البشرية لحماية الشباب من المخدرات
وعندك هذا الصطاف اللي القلب ديالو فيه الخير والإنسانية وحب الآخر والتسامح، هذه هي القاعدة اللي جعلت أن الجمعية يعني تعطى لها واحد الإشعاع، لدرجة كيجيو هاد أسر الضحايا وكيقولوا لنا ودي سبحان الله العظيم ما عمرنا مشينا لشي بلاصه ولقينا شي ناس بحالكم بحال وجوهكم. وهذا كلام انا ماشي كنقولو زعما باش كن يعني كنلوح لي فلور على الجمعيه، لا ابدا، هذه حقيقه. احب من احب وكره من كره. والجميل والاجمل من هذا هو ان هذا المركز التنميه البشريه لحمايه الشباب من المخدرات هو مجاني. هو شعورنا يعني من كنتلاقاو بهاد الاسر ديال الضحايا واحد الشعور لا يتصور على الحسبان، واحد الفرحة كبيرة جدا، لأن كيقول لك بعد أول كلمة كيقول لك الله يرحم لك الوالدين، الله يجعل البركة. هذه راه بسيشيكمو أنا والله العظيم أنا شخصيا كندوي على راسي ما يعني ما عندها ثمن. هو الشباب المغربي الله يعمر هذا من أطيب خلق الله الحمد لله. وهذا الشيء لمستو خلال التجربة ديال 23 سنة. يعني هذا المدمن من كيجي هنا للمركز ما هو إلا ضحية، ما هو إلا يتيم. أنا أؤكد وأسطر على هذه الكلمة، يتيم بما في الكلمة من معنى. علاش؟ خاص والديه ياخذوه بيده غير بشوية بشوية، لأن الوالدين إلا كان داك الدفء العائلي راه تبارك الله وصل عمبي راه كيكون واحد النجاح 100%. أوكي، يعني نجاح ما فيهش تفلية. ألور الرسالة اللي غادي نوجهها للشباب طونكو هما ظريفين ويعني يعني ولاد الناس وولاد الشعب المغربي والله يعمر هذا وعندهم اخلاق فاضله الحمد لله، اللي غادي نقول لهم انا هو يتهلاو في صحتهم راه هي اللي دايمه لهم. لان الا فرطتي في صحتك وانت باقي صغير راك مشيتي فيها، يعني مشيتي مع الخاوي بهذا المفهوم هذا الدارجي، مشيتي مع الخاوي. تهلا في صحتك وتهلا في عقلك راه هما اللي دايمين لك ليس الا. وإلا مشيتي تدسرتي نفسك وديفيتي مع هاد الافه ديال التعاطي المخدرات ما غادي تلوم الا راسك، غادي تجيبها في راسك وغادي تضيع حياتك وغادي تضيع والديك. رساله موجهه للناس المسؤولين داخل البلد الحبيب، والذي اتمنى من هذا المنبر هذا ان هذه الجمعيه هذه اللي هي جمعيه الازهار لا للقرقوبي، ونتمنى من الله عز وجل الناس المسؤولين اللي كيسهروا على جمعيات المجتمع المدني داخل المملكة ما فيها باس يجيو يزورونا داخل هذا المركز ويشوفوا العمل النبيل والإنساني اللي كنقوموا به ويدعمونا ماليا ويديروا لنا واحد الدفتر التحملات ونتحملوا المسؤولية في أي حاجة تصرفت على رأسنا وعينينا. لماذا؟ لسبب واحد فقط. أما هو أننا طونك كجمعية كنديروا الخير ما كرهناش تزيد هذه الجمعية إلى الأمام. لماذا؟ لأن الذي يتخبط فيه المجتمع المغربي حاليا رهو، والخطير من ذلك رهو ما يقع حاليا مفهوم الجريمة. لأن الجريمة كيف تأتي؟ عن طريق التعاطي للمخدرات. جيو هنايا سميتو اغلبيه الناس الشباب اغلبيه كنشوفوا الناس حديثي زعما ديزادوليسون، كنشوفوا عاوتاني ناس كبار اكثر من 40 سنه، من الاغلبيه يعني لا فورشيت داج ديالهم ما بين 20 سنه و 40 سنه. فبالنسبه لينا هنايا كنشوفوا خاصه يعني المخدرات خاصه الحشيش الفنيد قرقوبي والبوفا. هذه مؤخرا بدات كظهر بزاف، بداو كيبانو بزاف ديال اللي سميتو البوفا، هي اللي بدينا كنشوفها بزاف عند الشباب وعند الشابات. واخا قبل كنا كنشوفو العنصر النسوي تا هو كيتعاطى تا هو فيه بنسبة اقل، ولكن تما عندهم كاين الناس اللي مدمنين. فبالنسبة للمواكبة هنايا في الجمعية، فملي كيجي الشاب أولا ديما كنسولو واحد السؤال، وجيتي ولا جابوك؟ يعني حنا كنفضلو أنه هو يجي من ذاته نفسه هو اللي كيطلب العلاج. فإن فوا أنه كيطلب العلاج يعني تقريبا واحد 50% ديال الطريق قطعناها. فملي كيجي هو
يعني اقتنع بانه راه في ورطه واقتنع بانه راه في مشكل واقتنع بانه باغي يحيد. هنا كنشوفوا يعني على كنقولوا فين وصل، ومن تما كنبداو معاه العلاج، يعني العلاج بالدواء والعلاج النفسي او المواكبه النفسيه. وهذه المواكبه النفسيه عندها واحد اهميه كبيره بزاف، يعني ولا بدا خاص هذا لو كوبل هذا ولا هذا الزوج هذا ديال العلاج الطبي والعلاج يعني بالعقاقير بالادويه، وخاصه العلاج النفسي هو اللي كيلعب واحد الدور كبير. وهنا كنحيي هاد المعالجين النفسيين اللي كيجيو عندنا متطوعين وكيخدموا معنا، كيخدموا مع هاد الوليدات، يعني وصلنا لواحد النتائج الحمد لله كبيره. لا لينديهاش كتعطينا الدواء، كيكون عند الفارماسي، وهذاك لافارماسي حنا كنكتبوا لوردونونس وكيمشي ياخذ الدواء بالمجان من هذاك لافارماسي. السبب ديال الادمان بصفه عامه، وكاين واحد بحال اللي كنقول لهم واحد لو تريونغل ديال برميدا، مثلث برميدا، فيه الماده وفيه الانسان وفيه المجتمع او المحيط. يعني هذا هو الاسباب، يعني الماده موجوده كاينه، انا كيخرج كيلقى الحشيش، كيخرج كيلقى الفانيد، كيخرج كيلقى الانتوراج كيتعاطى، وهو ديجا كاين الا بغينا نقولوا كاين استعداد نفسي، يعني كاين واحد نقدروا نقولوا مرض نفسي او لا ضعف نفسي. فاذا باش كيكومبليه باش كيعمر هذاك الضعف النفسي وذاك المرض النفسي كيمشي كيتعاطى، كيتعاطى الحشيش، كيتعاطى القرقوبي، كيحس براسو بانه في حاله احسن بين قوسين. السبب اللي قنعني على الجيم باش نجي للجمعيه هادي كنت كنقلب على طرق العلاج وما لقيتش، كنت كنمشي 36، كنت كنمشي مكرفس تما في 36 مركز ديال الادمان التشاولي حداه غالي بزاف، وشافني واحد الدري السكيورتي وبقيت فيه وداك الشيء، وعطاني النمره ديال الرئيس ديال الجمعيه الله يذكره بخير مسيو القادري، وجيت بديت كنتعالج من هنا. دابا المده ديال العلاج ديالي عامين وانا كنتعالج، انا بديت كنتعالج بشوي بشوي حيت الفانيد وشرابو الاول، الفانيد وشرابو الاول، ومن بعدها بديت كنحيد في الحشيش. دابا حيدتهم كاملين، بقيت نكمل قوار وات صافي. يعني قبل ودابا باش كتحس؟ دابا كنحس براسي وليت انسان اخر، حس براسي تنقى لي وجهي وتنقى لي الدم في اللي فيا، وليت كناكل مزيان، كنعس مزيان، وليت كنشرب مزيان، واش كندافع في المظهر ديالي شويه ماشي بحال كما كنت من قبل. ما بقيتش كنخسر المالين الدار الوالدين وداكشي، ما بقيتش كنخسر لهم خاطرهم، ما بقيتش كنفرض عليهم الوجود ديالي، عطوني زعما المصروف ولا شي حاجه صحه كما كان من قبل. الرساله اللي نوصلها لهاد الشباب نقول لهم بعدوا على الادمان وعلى البليه بصفه عامه. وي واحد يقول لك هاك تناول الادمان عرفوا راه مصادقك ما والو باغي لك الهلاك هذا.